ارتفاع في عدد الكوارث الطبيعية في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط منذ الثمانينات، إذ ارتفع 3 مرات، إضافة إلى تواتر الهجمات الرقمية، إذ تصدت تونس خلال السداس الأول من السنة الماضية إلى 23 مليون هجمة سيبرنية، مخاطر كانت موضوع نقاش وبحث للقاء قرطاج 15 بجزيرة جربة من تنظيم الاتحاد العربي للتأمين بالتعاون مع الشركات التونسية للتأمين وإعادة التأمين. منطقة ميناء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدد الكوارث الطبيعية زاد 3 مرات منذ في 10 سنوات الأخيرة. كذلك بالنسبة للهجمات السيبريانية فحدث ولا حرج، يعني نحن في تونس وقع التصدي 23 مليون هجمة سيبريانية في السداسي الأول سنة 2021. بحث في الحلول وتقديم لمقترحات من قبل شركات التأمين الوطنية والعربية وتبادل الخبرات في هذا المجال لمجابهة الهجمات السيبرنية والكوارث الطبيعية. في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة بالأحرى أنه في عدد الكوارث اللي بتصير مثل الفيضانات في المنطقة العربية، على سبيل المثال 2021 كانت فيضانات يمكن في 8 بلدان عربية. إذا حكينا خطر الجراد مثلا لما بيمس شمال إفريقيا، بيمس شمال إفريقيا من مصر حتى المغرب إلى آخره، حتى موريتانيا إلى آخره إلى آخره. هنايا ضرورة شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. في هذا اللقاء تم إمضاء اتفاقية تعاون مع وزارة التربية من أجل المساهمة في دعم مجهود الدولة في قطاع التعليم. باش تتولى شركة تأمين تونسية إن شاء الله بناء أسيجة وأسوار لمؤسساتنا، ولابد من الإشارة هنا لليوم عندنا تقريبا 280 كيلومتر لازمين على مستوى البناء والتهيئة لمؤسساتنا التربوية، وتعرف وش معناه قيمة السور بالنسبة للمؤسسة التربوية، مهم جدا لأنه يحفظ الحرمة متاع المؤسسة التربوية ويحمي وليداتنا. تحديات مختلفة ستكون محاور نقاش على امتداد يومين، ستجعل المتدخلين في صناعة التأمين العمل على إيجاد الحلول التأمينية وآليات تنمية قطاع التأمين وتطوير أدواره الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق نقلته الرقمية.